في الكويت فيديو لتكريم طالبات ارتدين الحجاب أثار حالة كبيرة من الجدل. مقطع الفيديو مدته 30 ثانية شاهده الملايين، ومباشرة بعد انتشار هذا الفيديو اشتعلت التعليقات بين مرحب ومنتقد. بالفعل المعترضون مشاهدين ومنهم جمعيات مدنية اعتبروا أن تكريم الطالبات بسبب حجابهن إنما هو تمييز في الطفولة، بل وصل البعض لوصفه بغسيل المخ. على الجانب الآخر هناك من استنكر هذه الهجمة ضد المدرسة ومديرتها، وقالوا إنها مربية فاضلة وتسعى لغرس الأخلاق الحميدة والإيجابية، وأن ما حدث ليس إلا مجرد تكريم. ينضم إذن إلينا من الكويت الكاتب الصحفي علي خاجة. علي صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا حبيبي. ليش هالجدل الدائر بالكويت؟ ليش دائما الكويتيين عندهم مشاكل بين مؤيد ومعارض؟ يعني مدرسة ومديرة مدرسة كرمت طالباتها، ليش هذا الجدل؟ الجدل طبيعة كويتية طبعا في أي قضية، سواء كانت هذه القضية أو غيرها من قضايا. لكن احنا نتكلم اليوم ولا بد أن نشدد أن ما قامت به المدرسة بكل تأكيد هو بحسن نية، بكل تأكيد هو عمل يسعون من خلاله إلى أمر يعتقدون أن جيد ويعتقدون أن محبب ويجب أن يتم اتخاذه. الهاجس أو المشكلة اللي إحنا نشوفها أن هذا الإقحام خصوصا في مرحلة ابتدائية، إحنا نتكلم عن مرحلة أكبر طالبة عمرها 11 سنة، أمور غير أكاديمية، هذه مو متعلقة بأمور أكاديمية، وهذه أمور متعلقة بمظهر لهذه الطالبة أو للفتيات. فهذا المظهر ومحاولة أن تمييز الحجابات عن غيرهم، نعتقد أو ماني متكلم صيغة الجمع، أعتقد أنه ما هو مناسب في المدرسة، لأنه راح يعطي انطباع وراح يعطي إحساس بقية الطالبات. تفضلي. طيب أستاذ علي، يعني شو وجه الاعتراض على تكريم فتيات بهذا الشكل؟ البعض قال بأنه يعني هو ليس فقط تمييز ضد الطالبات غير المحجبات، هو قد يكون، هل هذا حقيقي؟ يعني يثير القلق بأنه قد يكون طريقة لوضع ضغط على الطالبات غير المحجبات لكي يتحجبن. يعني بالتأكيد هذا قد يكون أحد الهواجس والمخاوف. أن أول شيء إحنا في مدرسة، إحنا المدرسة هذا مكان أكاديمي، لا بأس من تكريم الفائقات في مجالات الدراسة والمجالات الأكاديمية ومجالات الأنشطة اللي في المدرسة، هذا طبعا لا بأس منه، بل هو تعزيز لدورهم الأكاديمي والتفوق في هذه المجالات. لكن لما إحنا نتكلم وتحديدا في هذه المرحلة أن التكريم على أساس ظاهري، على أساس شكلي، قد يؤثر بشكل أو بآخر على بقية الطالبات، خصوصا علي شيء أثر عليهم؟ يعني طالبات متحجبات ويعني كرموهم المدرسة حتى يشجعونهم على التمسك بالحجاب، والاعتراض أول شيء مثل ما قلت لك خويا العمر صغير، هذا واحد. اثنين، هذا قرار. وإذا كان العمر صغير، اتخاذ القرار، التأثير على اتخاذ القرار على طفلة في هذا العمر أنه والله شافت كرموا متفوقات، كرموا محجبات، فقد تتأثر بهذا التكريم وتتحجب عن غير قناعة. وهني تكون مشكلة، أن تحس أن وإذا ما تحجبت تحس أن أوكي أنا منبوذة، أنا معزولة، أنا بعيدة عن التكريم أو عن الشكل الصحيح. فهذا أمر ما هو جيد في هذا العمر تحديدا، لأن هذا قرار عمر، يعني هذا القرار. علي خليني اطرح دام ان انت قلت الجدل الكويتي، دائما يمكن يقولون حتى بتويتر مسوين زحمه والشارع فاضي الكويتيين، لكن خلني اقول بانه اليوم هناك من يقول بانه لا، الاسلاميين بين قوسين مسيطرين على وزاره التربيه ويريدون اختطاف البلد.
حتى وصلت إلى هذه بفعل مديرة مدرسة كرمت طالبات. هل يستحق هذا الموضوع؟ أنا ما أدش، يمكن موضوع الإسلاميين ويحاولون، أو التيارات الإسلام السياسي يحاولون اختطاف البلد وأسلمة التعليم وغيره. أيه. هذا أمر آخر في معزل عن ما قامت فيه هذه المدرسة. ما أعتقد أن هناك ارتباط. هي مبادرة مثل ما قلت في بداية كلامي. أيه. هي مبادرة من مسؤولة تربوية تعتقد أن هذه مبادرة جيدة. أنا أعتقد العكس. أنا أعتقد أن ما هي مبادرة جيدة، بحيث أنها لا ترتكز على جانب أكاديمي، يعني مو مؤامرة، ما ترتكز على جانب، استبعد انها تكون مؤامره. المؤامره ترى بالمناسبه هناك وايد عناصر. طيب. المؤامره بس استبعد ان هذه يمكن تكون يمكن جسد. استاذ علي، كلمه السر هي التي ذكرتها في البدايه، بانه هذا التكريم يعني كان بمبادره من المدرسه وبحسن نيه بغض النظر عن الجدل وما له وما عليه. طيب. يعني تكرر. هذه الخطوه اذا تكرر هذا اللي اعتقده. طيب. شكرا جزيلا لك. اسف بس تسمحوا لي بكلمه قبل النهايه، وهذه طبعا للراي المعارض، للراي اللي يشوف أن التكريم ما في شيء ويجب أن يعزز. خلنا نعكس الآية، خلنا نحاول نقول أن في مدرسة في إحدى الدول، ما تكون دولة الكويت، في إحدى الدول تكرم غير المحجبات. ما رد فعل. بعتقد نفس الفكرة، نفس الفكرة، يعني نفس الاعتراض ونفس الجدل يمكن يخلق. احنا راح نعترض، لكن اللي كرم غير المحجبات هل راح يطالب بالحريات وعدم التمييز؟ والجزئية الأخيرة، قانون حماية الطفل واضح لا يجوز التمييز، وهذا قانون أقر بالإجماع في دولة الكويت، لا يجوز التمييز. وفي النهاية الأهم من هيك، لا إكراه في الدين كمان، يعني ويجب أي خطوة التحجب لازم تكون عن اقتناع. شكرا جزيلا لك. بكل تأكيد. أنا ما أتكلم من جانب ديني، أتكلم من جانب قانوني. شكرا للصحفي علي خاجة، كان معنا من الكويت. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.